رحبت قيادات حزبية بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بعد الموافقة على برنامجها، مؤكدين أن البرنامج على قدر من التحديات الراهنة. وأشارت القيادات الحزبية إلى أن برنامج الحكومة امتاز بالشمول ووضع مستهدفات زمنية ورسم خارطة طريق واضحة لأداء الحكومة في المرحلة المقبلة، مؤكدين كذلك أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة يعد خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بنيجي نبص طبعا على المشهد بتاع التشكيل الوزاري مجمع، نلاقي ان احنا يعني امام مشهد جيد جدا على المستوى الاجرائي ويمكن على المستوى الفني. المستوى الاجرائي يمكن بدانا من اول تكليف فخامه الرئيس لدوله رئيس الوزراء ببيان واضح وصريح في اولويات الشعب المصري والطموحات وايه الاحتياجات بالنسبه للشعب المصري في المرحله القادمه. بنلاقي ان بعد كده دوله رئيس الوزراء قام بالتشكيل، تمام، مشينا على مستوى التشكيل، حصل نوع من انواع عدد الهيكله فيما يخص مجلس الوزراء، لقينا في اتنين نواب لرئيس الوزراء، الاتنين نواب لرئيس الوزراء بيعتمدوا على التنميه الصناعيه وبيعتمدوا على التنميه البشريه، ودول يمكن من المستهدفات الرئيسيه اللي كانوا جم في تكليف فخامه الرئيس. بنتكلم على التنميه الصناعيه فيما يخص الاقتصاد، بنتكلم على التنميه البشريه فيما يخص بناء الوطن او بناء المواطن. الحقيقه كان لينا بعض النقاط المهمه اللي لازم ندرسها. اول نقطه هي آليات تنفيذ هذا البرنامج، نمرة 2 العنصر الخاص ببناء الإنسان المصري أو العنصر الخاص بجذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، ده كان مهم جدا إن احنا نتابعهم، لأن بناء الإنسان المصري يعني بنتكلم في تعليم، يعني بنتكلم في صحة، يعني بنتكلم في زراعة، يعني بنتكلم في صناعة، يعني إيجاد فرص عمل وتقليل البطالة، وده اللي الحقيقة الحكومة مأكدة عليه وعندهم إرادة. طيب التوصيات يعني اللي طلبت من أغلبية ومن معارضة هو فكرة وجود جداول زمنية للبرنامج مقسمة ممكن لسنة لسنة أو ربع سنوية على حسب ليسهل قياسها، وجود مؤشرات لقياس الأداء عشان تساعدنا إحنا كسلطة رقابية الرقابة على البرنامج، المزيد من الخطط التنفيذية للبرنامج عشان يبقى سهل انفاذه على الارض. في بعد كده مطالب لكل محور السادة النواب تشاركوا فيها، هي كلها تشغل بال المواطن ومشاكل المواطن بشكل عام، انما المجمل هو الجميع متوافق على انه البيان جيد، ويمكن في مننا شايف ان هو طموح حتى بزياده، ويمكن في مننا تخوف على قدره الحكومه في ظل موازنه يمكن محدوده انفاذ هذا البرنامج. البرنامج ده نتيجه مجهود سنتين من نتائج الحوار الوطني والفلسفه اللي احنا المعوقات اللي احنا شفناها كان في خلال السنتين الماضيين، وجاء البرنامج من توجيهات يعني واضحة وشفافة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتمد هذا البيان على أربع محاور ومنهم ثلاث محاور بيركزوا على بناء الإنسان يعني الإنسان المصري بقطاعات المتعددة، سواء كان قطاع التعليم أو قطاع الصحة أو الصناعة والأمن القومي.